بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا ومرحبا بكم متابعي قناة نوتوكس العربية في تطبيق جديد من تطبيقات الأندرويد الحرة. سنتعرف على تطبيق الصلاة المهم لكل مسلم أن يتواجد بهاتفه النقال. أولا نفتح متجر أندرويد، نأتي إلى البحث ونكتب prayer time، prayer time بين قوسين إسلامك تول، هذا الخيار الثاني. لأتي بشكل مباشر نكتب إسلامك فقط، إسلامك يأتينا التطبيق، ندخل عليه. أنا حملته أو بالأحرى ثبته من قبل، وهو كما ذكرت برخصة أباتشي مفتوحة المصدر الحرة، وهذه الأذونات والصلاحيات التي يطلبها البرنامج. ران لأعمل البرنامج. أنا موجود لدي من قبل على هاتفي وبإعدادات المنطقة الخاصة بي. لتخصيص إعداداتكم نأتي إلى علامة زائد، بشكل تلقائي تأتيكم المنطقة التي تواجدون بها من خلال بحث، نضغط على بحث، ننتظر بعض الوقت تأتي المنطقة. مثلا كما تشاهدون عبر اتصال الانترنت تأتي المنطقة الخاصة بكم، وتختارون السيرفر أو خادوم الذي به البيانات. أنا سأختار habous.gov.ma الخاص بالمغرب. إن لم يتواجد الخاص ببلدكم ممكن اختيار أي سيرفر سيقوم بالدور المنوط به. بعد اختيار المنطقة ستأتيكم أوقات الصلاة كما هي، ممكن سحب أوقات الصلاة لكل شهر، سحب من تحت إلى أعلى، ستأتيكم أوقات الصلاة للشهر بأكمله. بالنسبة للإعدادات ستجدون البوصلة، البوصلة يمكن أن تحدد مكان الكعبة، إنما صدرت ستعيد التقويم تلقائي لتعطيكم مؤشر القبلة بشكل تلقائي. كما تشاهدون أنا أدير الآن الهاتف فتقوم بإعادة التقويم إلى الاتجاه الصحيح، تعطيك الزاوية والبعد، وهناك العديد من الخصائص أخرى، أسماء الله الحسنى، أيضا هناك الأذكار، أذكار بعد الصلاة، هناك أيضا المناسبات الإسلامية 2017 المناسبات الإسلامية، وستجدون أيضا صحيح البخاري لكن لا يتوفر بعد باللغة العربية، هو متوفر باللغة الإنجليزية فقط، لكن لا يتواجد بشكل افتراضي حيث يتم تحميله بعد ذلك عبر الإنترنت. بعد العبادات الفائتة المسبحة مثلا، مسبحة لتقوم بالتسبيح عبر الهاتف. هناك أيضا الإعدادات الأخرى، استخدام الأسماء العربية، مثلا قمت باستخدام البرنامج عبر باللغة الإنجليزية أو الفرنسية وتريد استخدام الأسماء بالعربية، لكن ماذا استخدمت التطبيق بالعربية فلن تحتاج إلى استخدام الأسماء بالعربية، لأن أصلا سيكون التطبيق كامله في العربية إلا بعض الإعدادات التي لم يتم ترجمتها بعد. خيارات إظهار الأرقام، تختار تقويم الأرقام، أنا أختار العربية دائما، أرقام عربية وليس الهندية. تمييز وقت الصلاة، إذا كنت تود أن ترى مثلا هنا يعطيني الظهر، يعني الظهر هي الصلاة التالية، لو وضعت وقت الصلاة الحالي سيغير وقت الصلاة إلى الصبح مثلا، لكن أنا أختار دائما وقت الصلاة التالي. وجهة العد التنازلي، تختار أي واحدة تريد، وإظهار الوقت بصيغة 12 ساعة أو 24 ساعة، أنا أختار 24 ساعة. صيغة كتابة التاريخ،
تختار أي واحد ترويد، نماذج الاهتزاز تجعله تدعه بوضعه الافتراضي، وأغلب إعدادات تدعها بوضعها الافتراضي، حدة صوت الأذان، حدة صوت المنبه تجعله بحدة صوت المنبه أو حدة صوت الرنين كما تشاء، أنا أدعه بحدة صوت المنبه. إزالة رسالة التنبيه بعد الأذان، إظهار شاشة التنبيه، إيقاف الصلوات. ممكن أن تدع هذه إزالة رسالة التنبيه بعد الأذان، تجعلها غير مفعلة لكي يبقى حتى إذا لم تسمع الأذان ورأيت الهاتف ترى أن وقت الصلاة قد حان. بعد انتهاء من هذه الإعدادات، هناك نضغط على الساعة فوق على اليسار، من هنا نقوم بإعداد التنبيهات. ويجي التنبيه نجعله مفعل، ونختار إذا كنا نريد أن نفعل تنبيه وقت الصلاة وتنبيه مبكر يكون قبل الصلاة. مثلا هنا نضغط على الفجر، نفعل، نضغط على الفجر، نجد أن مفعلنا 15 دقيقة قبل موعد الأذان. أو عند الأذان نضغط، ستجد مجموعة من الاختيارات، إما دعاء أو هنا الصوت، نضغط على الصوت يكون أي، لا يكون أي شيء مفعل، يكون على وضع الصامت، وتكون هذه الأذانات كل هذه الخيارات كلها غير مفعلة، إن يجب أن تقوم بتحميلها عبر الإنترنت. أنا مفعل. نفعل خيار العفاسي، قمت بتحميله من قبل. إذا أردت أي مؤذن آخر مثلا فاتح أو مثلا أي مؤذن، أحمد شاهين مثلا، أختار هذا يعطيني الصوت تحميل، نضغط على نعم، سيقوم بتحميل هذا المؤذن. سنستمع إليه الآن. كما ذكرت تختار الأذان وتقوم بنفس الشيء مع أي صلاة على حدة. تقوم ممكن اختيار أي صلاة الفجر، ممكن تحديد 30 ساعة بعد 30 دقيقة عفوا، ليس 30 ساعة، الشروق، وتحدد أيا شئت منها. أنا أحدد الفجر مباشرة، الظهر كذلك، تقوم بتفعيل إن أردت الاهتزاز أو الصوت أو كما تشاء. بالنسبة لجميع الصلوات أختار مثلا أفعل الاهتزاز لجميع الصلوات، وأختار المؤذن الذي تريد بعد أن قمت بتحميل المؤذن الذي تفضل أن تسمع صوته. هذا كل ما في الأمر، أتمنى أن يكون التطبيق قد أعجبكم واستفدتم. أتمنى منكم تحميله وأن تجعلوه في هواتفكم. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.